هلو كيفكن؟ اليوم رح أعملكم فيديو صغير بورجيكم كيف بعمل شعري كيرلي مثل الكيرلز تبع الصالون تماماً. stay tuned وتابعوني تشوفوا كيف بعمل شعري. أول شي بتشغلوا الأوتو كيرلر، بتختاروا أنتوا قديش الحرارة اللي بتناسبكم وقدي وقت بتكون ياها تضل للخصلة والاتجاه اللي بتحبوا تاخدوه على اليمين ولا على اليسار حسب أنتوا الويف لوين بتكون ياها. بعد ما بتختاروا الاتجاه بتجيبوا هاي التول الصغيرة بتستعملوها لحتى تحددوا سايز الشعر اللي فيكم تستعملوه بقلب التول عشان ما يشربك ويعلق بقلب. أول شي بحط الخصلة حسب الاتجاه اللي أنا بيناسبني، كون حاططها أنا بديها تكون كيرل لهون أو لهذا السايد حسب، وبحطها وبكبس الزر، بستنى لحتى يرن الجهاز وبس يرن أنا بشيلها. لا تنسوا لما تقلبوا على الطرف الثاني من هون عشان تكون الخصلة متجهة لهداك السايد بتغيروا السايد تبع البار اللي بدي يبتل عليه.